اهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وبالضبط من نواحي او ضواحي مدينه الاقليم الحاجب، هنا بالضبط بجماعه ايت بوبيدمان او ما متعارف عليها ببودربالة. كنرحبوا بكم اليوم هذا البث المباشر وكذلك من اجل تسليط الضوء على احد المشاكل التي تعاني منها هذه الجماعه القرويه، من بين مشاكلها العديد من المشاكل على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى ان المنطقه تفتقر الى المرافق يعني الاجتماعيه، لا من مستوصفات لا من مراكز ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، العديد من المشاكل كتعاني منها هذه المنطقه هذه. لكن اليوم سوف نسلط الضوء على المشكل الاهم واللي كتعاني منه التلاميذ وساكنه المنطقه، وهو النقل العمومي. ففي اطار الهشاشه ديال هاد المرفق العمومي اللي هو النقل، فاليوم معنا تلاميذ وساكنه بودربالة اللي غادي يعطيونا يعني يسلطوا لنا الضوء على جانب من معاناتهم اليوميه مع الوسيله الحيويه اللي كيحتاجوها يوميا في التنقل من والى مدينه مكناس او الى مدينه الحاجب بحكم القرب ديالها من هاد الجامعه القرويه، واللي هي يعني كتوفر فيها جميع يعني المرافق اللي كيحتاجوها واشغالهم وحاجياتهم الخاصه. اليوم غنبقاو مع ساكنه المدينه، وهنا معنا شباب اللي تواصلوا معنا واتصلوا بنا، والان هما كما دلوا لنا قبل قليل انهم وجدوا واحد العريضه يعني وشكايه للساكنه حول هذا المشكل، واللي موقعينها عدد من السكان. ورينا التوقيعات ديال الناس عفاك، فكما كتشوفوا معنا هنا التوقيعات ديال ساكنه بوبيدمان بودربالة بالضبط، اللي كتعاني من مشكل التنقل اليومي والمعاناه ديالها اليوميه وصراعها. وكما كنعرفوا فاحنا في ظل اجواء ديال يعني في ظل يعني الاجراءات ديال الحجر، فهذا الشيء كيفرض على الساكنه انها يعني كما كنقولوا التماره كتولي مضوبله والمعاناه كتولي مضوبله، وهذا الشيء في صمت رهيب للمسؤولين. وكما جاء على اللسان ديال بعض الاخوان انهم تواصلوا مع الشركه المعنيه بالتفويض لهذا المرفق الحيوي، خادوا يعني مجموعه ديال التطمينات، مجموعه ديال يعني عطاوهم كلمه انهم غادي يديروا معاهم يعني حل في القريب العاجل لكن بدون جدوى. غادي نبقاو مع احد الاخوان هو السي محسن واللي تواصل معنا مباشره، هو عدد من الاخوان رؤساء ديال الجمعيه، رؤساء جمعيات وكذلك ناس يعني هيئات حقوقيه، وكذلك شباب عاديين ما عندهم حتى شي علاقه لا بجمعيات ولا بحتى شي حاجه، يكفي انهم مواطنين مغاربه يحق لهم التنقل اليومي بكل اريحيه كباقي المواطنين في باقي المدن. السلام عليكم. شنو واقع اخويا وشنو المشكل ديالكم؟ احكي لنا الان انت على المباشر في قناه شوف تي في. كنشكركم على التنقل ديالكم شوف تي في. الصوت ديالك شويه عفاك. كنشكركم اولا على التنقل ديالكم ديال قناه شوف تي في الى بودربالة لنقل المعاناه، لنقل المعاناه اللي كتعاني منها الساكنه ديال ايت بوبيدمان فيما يخص النقل الحضاري، فيما يخص النقل الحضاري اللي هو بكل صراحه مشكل كبير، يعني مشكل يومي، مشكل عانات ديال واحد الشريحه، واحد شحال ديال الوقت دابا وانتم في هذه المشكله؟ واحد شريحه كبيره، واحد فئه كبيره من المجتمع ديال ايت بوبيدمان، وحنا مشكل كنعاني منه اللي هو مده طويله، اللي كنا صراحه كنا راسلنا الجهات المعنيه اللي هي الشركه ديال سيتي باص، وكانوا جاو عندنا هنا وتنقلوا عندنا هنا، وكانوا عطاونا وعود على انهم غادي يصلحوا لنا هذا المشكل هذا، وغادي يكون انهم غادي يعطيونا اسطول جديد ديال الحافلات اللي غادي يكون يعني حافلات كتكون جديده اللي غادي تفك المعاناه ديال هاد الساكنه ديال ايت بوبيدمان، الا ان داك الشيء كان حبر على ورق مجرد كلام، يعني ما شفنا من داك الشيء حتى شي حاجه. ما زالت المعاناه يعني كما كتشوف ان الناس اللي هما اكثر من ساعه 50 دقيقه هما واقفين ينتظرون يعني خدوم الحافله ما جات، يعني ما كاينش اللي كيهضر كيشوفوا فيه هو مرويع ديال المسؤولين ديال الجامعه الترابيه ديال ايت بوبيدمان اللي ما كيتحركوا حتى في شي حاجه، وهذا الشيء اللي هو طبيعي. علاش؟ لان كنشوفوا الاغلب ديال الناس اللي هما كيديبلاصاو للمدن القريبه
كيتديبلاصاو عن السيارات ديالهم لان ما كيحسوش بالمعاناه ديال الساكنه ديال هذه البلدان اللي حنا كمستهلك. قلتي لنا ان حتى الطوبيس يعني مديور ليه القصدير وحتى ذوك الطوبيسات ماشي زعما شي طوبيس نقولوا شي حافله اللي يعني الطوبيسات حتى كيسيروا بهم بمناطق اخرى وكيجيبوهم لهاد البلده هذه اللي الناس شيء طبيعي لان المسؤولين ديال الجامعه الطلابيه مسؤولين ككل على هاد البلده ما كيتكلموش ما كيهضروش. ارتأت الجمعيات ديال المجتمع المدني بعيد بن المال على انها تراسل هاد الناس اللي تحرك في هاد الميدان هذا اللي ربما لقاو شي هاد الشكايه اللي وجدتوها الان وصلتوها للمسؤولين ولا مازال؟ يعني غادي نوصلوها ان شاء الله للمسؤولين غادي نوصلوها وصلت المره الاولى الاولى وصلت ويعني وكنقولوا عندنا كيما قلت كنقولوا عندنا هنا لايت بن المال وكانت وعود ولكن ما دارت حتى شي حاجه من داك الشيء ما دارت حتى شي حاجه والان حنا كنجددوا هاد الشكايه هادي كنجددوا هاد الشكايه هادي ان شاء الله باش نعاودوا نشوفوا ربما تلقى شي اداه صغيره من شي اداه صغيره ان شاء الله من طرف المسؤولين ديال سيتي باص وانتم كما كتشوفوا يعني هو الطوش مازال ما جاش واخا. شكرا لك سي محسن شكرا على التوضيحات اللي عطيتينا وانت كفاعل جمعوي هنا بالمنطقه يعني عارف شنو واقع بالضبط. احد التلاميذ هذا من الطلبه اللي كيعيش يوميا هذا المشكل هذا باستمرار مع وسيله النقل الوحيده. قول لنا بعدا شحال كتسنى هذا كتركب وملي كتركب كيفاش كدوز هذه الرحله العجيبه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا شوف تي في على هذه الاستضافه. ثانيا هنا كشباب وطلبه ديال هذه المنطقه وتلاميذ وجميع ساكنه ايت بو بدمان ينددون على المعاناه ديالهم من حافله من تردي وهشاشه حافلات النقل العمومي بمكناس هنا بوفيدمان ايت بوفيدمان ندوي على بوفيدمان مكناس مكناس نقولوا كوميم بعدا بخير باش نسميو الامور بمسمياتها. اي هنا الناس تعانيو بزاف من خدمات النقل العمومي بايت بوفيدمان. اولا ثانيا ان الشركه سيتي باص في هذا الحجر الصحي في خرق سافر للاجراءات الاحترازيه التي تقرها بلادنا وخاصة التباعد يعني تنشوفوا ان الطوبيس اليوم دابا يعني سحبوا جميع الطوبيسات الكبار وجابوا لنا طوبيسات صغار يعني كاين الاكتظاظ زائد التلاميذ ديال شحال من حافلة كتجي عندكم هنا لبوبيدنا؟ يعني دابا كاين ثلاثة صغار دابا عندكم خط واحد ثلاثة صغار يعني خط واحد شنو هو هذا الخط هذا؟ 27 شحال فيه من ناقلة؟ جوج هما اللي كيديروا الي وروتور يعني شحال انتم تقريبا ديال الساكنة هنايا في بوبيدنا؟ تقريبا فاعلين جمعويين الناس ديال 27000 نسمه تقريبا يعني الطوبيس هذا الصغير يعني الطوبيس هذا الصغير تيكون نديرو كتنقل غير 7000 في النهار راه مصيبه يعني الطوبيس الصغير تيكون فيه الاكتظاظ تيجمعوا فيه التلاميذ ديال الليسي والكوليج ومع الاعيان يعني كاين واحد الاكتظاظ والمشاكل وهنا كنوجه الرساله كتوصل مع الطل ليكول ديالك كنوصل ديما مع الطل وزائد السلوكات المشينه من طرف السائقين وبزاف د الحوايج يعني كاين الروطار المطلب ديالك كتلمي او كطالب المطلب ديالي هو انه كنهجوا سلطات الوصايه الا هو عامل الاقليم الحاج زيد العابدي الازهر التدخل العاجل بدون ديك الاسماء الله يجازيك بخير دوينا غير على الصفات بدون ديك الاسماء كنناشدوا سلطات الوصايه السيد العامل نعم التدخل العاجل من اجل عقد اجتماع مع جماعه التراب الايت بوفيدمان من اجل مراجعه عقد تدبير المفوض مع شركه سيتي باص لانه ميجينا نسولوا هنا تيقول ان الجماعه ما عندهاش عقد تدبير المفوض مع الشركه. انت كشاب ولا كمسؤول نعم يعني مي غتدفع عريضه للجامعه يعني الجامعه ما عندهاش عقد يعني او ميم طون يعني الجامعه ما غت تستجيب لكش هذيك العارض ولكن المتعارف عليه حيت دابا الدري الصغير حيد عافاك المتعارف عليه هو انه المجالس المنتخبه هي اللي كتسيني العقود ديال التدبير يعني المفوض لا في زعما الشركات كتعرفوا ان الجامعه الترابيه من الاختصاصات ديالها هي اللي كتكلف هي توفر خدمات النقل العمومي وجمع النفايات و و و ما كاين حتى شي حاجه انا علاش كاينه الساكنه تعاني في صمت شكرا لك نسوق ليها شكرا لك خليني الهضره راه قلبي طايب زيد كملنا سمعناك باش نسمعوا ديال الشباب اخرين ارتئينا باش نوجهوا تقول لهم دابا انت كلشي لهذا ارتئينا باش نوجهوا الشكايه للمدير شركه سيتي باص ان شاء الله نتمنوا يوفي بالوعود ديالو ويجلس مع المسؤولين باش يديروا لنا شراكه
وشكرا. شكرا لك اخي، شكرا لك، وحظ سعيد في الدراسه ديالكم برغم من هاد الاكراهات. خويا انت من التلاميذ هنا ديال المنطقه ومن الساكنه. بسم الله الرحمن، قرب الميكرو عندك شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر هذا المنبر الاعلامي اللي هو شفت لك على هذه الفرصه، الصوت ديالك شويه باش نسمعوا الشكر ديالك. الله يحفظك. كنشكر شفت لك على هذه الفرصه اللي حكينا فخرا باش نلذوا المتطلبات نتاعنا هناو داكشي اللي كنعيشوه يوميا من خروج خارجي. وكيف ما كتشوف معنا حنا في واحد الجامعه اللي هي تلقى في اسبو بيدمان، بالنسبه لي كطالب ثانوية 16 نوفمبر في السنه الثانيه بكالوريا، نعم، انا كنعيش هذا المشكل يوميا لانني كنسكن بواحد الدوار اللي كنمكن ليه عبر الطوبيس او الحافله. نعم. وهذا المشكل هذا كنعاني منه بزاف. اول حاجه كيف ما قال الصديق نتاعي، هذا الظرفيه نتاع كورونا، نعم، اكتظاظ داخل الحافله. نعم. الحاجه كيكون ازدحام، الناس كتلقاهم ما دايرينش الاقنعه نتاعهم، اي الامامات نتاعهم. شحال كتسناو ديال الوقت؟ غالبا الاوقات راه ملي كنكونوا مثلا الطوبيس مزيان بعدا فيه الجاج فيه كذا. شباب 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 الله يجازيكم بخير. غير باش تسنى، انا راه كتسنى تقريبا شي مرات حتى ساعه ونص ساعه. نعم. الطوبيس من الداخل ما كاينش التجهيز. قالوا لي كاين القصدير والكرطون وقضيه. حاجه طبيعيه الكراسي المقاعد. فاش حاجه طبيعيه اخويا؟ بلاص الدجاج غيدار الكرطون ماشي طبيعيه. سيتي باس هذه راه لا انا ماشي كنسميو الشركه ولا كنسميو يعني بالضبط، ولكن كخدمه عموميه نورمالمون حافله كتكون كتحترم كتحترم الشروط اللازمه وتحترم حتى الكرامه ديال الانسان. نعم. ولكن الدرجه الاولى حنا كنعرفوا راه بويدمان راه البرد اخويا، راه دابا واقفين كنقبضوا. كيف ما كتشوف معنا هما الناس هنايا كيتسناو الطوبيس راه اكثر من 40 دقيقه وحنايا هنايا كيف ما كتشوف ومازال ما جاتش الحافله. وكنتمنوا السلطه التونسيه انهم تكون واحد يسمعوا الرساله ديالكم. الرسالة ان شاء الله بالنسبه لنا كطلبه كنوجهوا هذه الرساله هذه للشركه او لمدير الشركه باش يوفروا لنا حافله على الاقل واحد الربع ساعه ما قلناش ولا خمسه. نعم. راه الناس كتعيش واحد الظروف اللي هي ويكونوا كبار كيف ما قال الصديق. نعم. هاد الحافلات اللي راه ما كيتجاوزش الطول ديالهم حتى 5 متر راه ما كاملين. واخا شكرا لك اخي، تحياتي لك وحظ سعيد ان شاء الله، نتمنوا رسالتكم توصل. اخي من احد الفاعلين الجمعويين اللي هنا بالمنطقه اللي يعني من بين الناس اللي واقفين على هاد الشكايه وعلى هاد اللائحه كنظن. نعم. نعم. شنو تقول لنا خصوص هذا المشكل بالضبط؟ انا غادي نقول الاخوان راه قالوا لي كيفايه، غادي نهضر على حاجه وحده. نعم. كنت من الناس اللي داروا اخر اللي عقدنا اللقاء مع الشركه، مع الناس تاع الشركه، وكانوا وعدونا كنعطونا واحد المجموعه تاع الوعود منها على انهم غادي يعطيونا حافلات اللي في المستوى، غادي يعطيونا 4 تاع الحافلات، جوج كبار وجوج صغار. هاد الناس هادو راه كنا جلسنا معاهم على طاوله تاع الحوار وقالوا لنا اعتذروا لنا وقالوا لنا ودي اسمحوا لنا واش غادي نديروا، راح حددوا معنا على انهم غادي يعطيونا جوج كبار جوج وفي المستوى، وقالوا لنا على انهم غادي يجوا في المواعيد ديالهم لان كما قال راه كانوا الاخوان اللي هضروا كانوا طلبه. دابا عندك وليدات انت كيقرا؟ عندي وليدات كيقرا. كي كدير في هذا المشكل؟ المشكل راه الساكنه كامله كتعاني، راه كنقول لك على ان بودربلا دابا اللي ما عندوش وسيله اللي ما عندوش طوموبيل ديالو ولا ما عندوش كيعاني مسكين كيعاني واحد المعاناه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذا الشيء غير كيأثر حتى على التحصيل الدراسي، راه حتى التحصيل الدراسي كاين كيأثر حتى على المجال الاقتصادي تاع عيت بوبيدمان، راه حتى بودربلا ما كنلقاوش مثلا واحد راه حتى الناس اللي غادي يجوا لبودربلا راه ما يمكنوش يجوا. راه كتعرف النقل راه وسيله وخطيره للتنميه. متفق انا وياك. نعم. وبالاضافه لهذا الشيء هذا كما قالوا الاخوان على انهم قالوا لنا على ان 4 تاع الحافلات وغادي يجوا بالمواعيد ديالهم وغادي يكونوا في المستوى. الحاجه اللي ولينا كنلمسوا في عيت بوبيدمان انه كيعطيونا اخر الحافلات اللي كاينين، راه ما نقدرش نقول لك انا كاينه حافله اللي الباب ديالها اللور ما كيتحلش، دايرين غير القصدير، راه كاين الحافله اللي ما عندهاش النوافذ وكيمشيو وليدات صغار، كاينه الحافله اللي ما عندهاش واحد وحاجه مهمه بالنسبه انا في الجمعيه نتاع اصدقاء المعاق راه كاين وذوي الاحتياجات الخاصه تاعهم اللي ما عندهاش هذه الشروط هذه ناخذوها معنا رئيس جمعيه ما عندهاش كيفاش تركب مسكين ذاك المعاق وراه كاين واحد نحاولوا نديروا احاطه لهذا الموضوع هذا ان شاء الله. وشكرا الله يجزيك. مرحبا استاذي، احنا راه الاشاره وقناه شوف تي في فهي قناه يعني وصوت الشعب ونوصلوا يعني نوصلوا الصوت ديال الناس للجهات المسؤوله باش يتحل هذا المشكل ان شاء الله في القريب العاجل. السلام عليكم اصدقاء المعاق، رئيس جمعيه اصدقاء المعاق. الصوت ديالك شويه عافاك. رئيس جمعيه اصدقاء المعاق في عيت بوبيدمان، بالنسبه للمعاق حنا تيعيش في واحد الحاله مزريه مع النقل. مع النقل. نعم. النقل تيعطيو النقل الصغير، المعاق باش يدوز النقل الصغير. منوع وخصو الولوجيات. نعم خاص الولوجيات. الولوجيات وهذا الشيء كاين يعني كاين مشاريع في هذا الصدد. اي كاين، وبالنسبه للمعاق دابا
خصو يمشي للطوبيس عنده لاقط باش يمشي فابور حتى ما يمشيش لاقط. بالنسبه اللي عنده كروس راه مازال زعما المؤقر عايش في هذه الحاله. اللي عنده مسكين اللي بيكي واللي عنده بيكي عايش واحد الحاله مزريه. انت ولا في هذا العالم القروي عايش المؤقر حاله مزريه بالنسبه للنقل الحضاري ديالك. نعم انت راه تيمشي تيجي تعيا ما تسناليش الجو. حنا دابا في فصل الشتاء وكنشوفوا يعني البرد والشتاء الانسان يجي يتسنى هنا 40 دقيقه فهذا يعني حاله مزريه بالنسبه للمؤقر. المؤقر عايش بالنسبه للنقل الحضاري ما تيمشيش الطوبيس يعني خاصو يترعى هذا الجانب. يترعى على هذا الجانب هذا بالنسبه للمؤقر. كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال النقل الحضاري يحاولوا يعطيونا النقل بالنسبة الملائم الملائم بالنسبة لدول الاحتياجات الخاصة يجبوا بالزمان. واخا شكرا. غير غنسولك واحد السؤال بالنسبه للطريق عندكم هنايا على ما بالي انها الطريق يعني ما كاينش يعني ما كاينش منعرجات ما كاينش طريق ميسره. لا ميسره يعني طريق زويونه طريق نقيه مقاده يعني ما كاينش هذاك العقابي ولا نقولوا جبال ولا هذه ولا هذه. لا ما كاينش راهم كيعطيو دابا المشكل اللي عندكم انتم بالضبط فين من يعني ما بين بوبيدمان ومكناس وبين بوبيدمان والحاجب. لا ما كاينش الطوبيس كاين الطاكسيات. نعم يعني المشكل الاساسي هو نقطه الربط ما بين بوبيدمان بودربالة ومكناس. بالنسبه للمعاقرة ما تيمشيش الطوبيس اللي عنده الكراسه اللي عنده الكراسه ما كيمشيش الطوبيس. واخا شكرا لك شكرا لك اخي شكرا لكل شكرا لكل مشاهدي قناه شوف تي في. كما تابعتوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في كانت هذه تصريحات ديال مجموعه ديال التلاميذ وديال بعض رؤساء الجمعيات هنا وكذلك جمعيه الاشخاص المعاقين. والان معايا احد الاساتذه استاذي هنايا التعليم معنا احد اساتذه التعليم واللي غنقدر نقول لكم كيعيش معاناه حقيقيه بالنسبه لهذا النقل الحضاري. اللي كنلاحظ انا بانه كاين واحد النقص في العدد ديال الحافلات اللي مخصصين لهذه الجهه. ثانيا خص عطانا طاكسي كرون طاكسي عطانا كرون طاكسي. نعم حيت اللي مزروب كاين اللي مزروب بغى يخدي الغرض ديالو كيبقى عينه هو ساعه. انت دابا يوميا كتجي استاذ باش تقري الوليدات وباش شحال من عام وانت هنا؟ تقريبا سنوات عام داري الاول هنايا العام الاول ديالك هنا. هذا خصناهم يديروا طاكسي كرون طاكسي. كاين دي كرون طاكسي ولكن الطوبيس هو اللي رخيص شويه على المواطنين وكذا. بالنسبه حتى المواطنين شي مرات كيطيحوا في شي ظروف يكون مزروب خصو يوصل خصو يوصل. على ما كاينش طاكسيات كبار هنا؟ لا ما كاينين. من بوبيدمان المكناس ما كاينش؟ لا ما كاينش. كاين غير الطوبيس. الطوبيس هو اللي كاين. خصهم يزيدوا العدد والعدد قليل. العدد قليل يساعد المكانه. هنا مشكل كبير. كنشكركم على هذا. مرحبا مرحبا لك اخي مرحبا مرحبا استاذي. كما سمعتوا منا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في ففي هذه الاثناء هو كيوصل الطوبيس وحنا من قبيله وحنا دايرين اللايف ديالنا. هادشي على حساب البروغرام ديالهم هادشي حنا غادي نحترموه. لكن كما سمعتوا في التصريحات ديال الساكنه فالجميع كيطلب يعني بحضور ويعني وتكون توفر لهم العدد الكافي من الناقلات ومن يعني ومن الحافلات اللي غادي تراعي الحاجيات ديالهم على المستوى الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه وكذلك النساء والتلاميذ و و وزائد انه تحترم في الاجراءات الاحترازيه لمحاربه اليوم المتاخذ على المجموع الوطني يعني على الصعيد الوطني انها تحترم هاد الاجراءات زائد انه يتخذ بعين الاعتبار الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. وكما كتتابعوا معنا وكما جاء على اللسان ديال جميع يعني المتدخلين في هذا البث المباشر فالناس ما كطالب والو كطالب غير بوسائل النقل اللي غتحفظ الكرامه ديالهم وتحترم الانسانيه ديالهم. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كنتمنوا انه نكونوا اعطيناكم يعني امطنا اللسان على هذا المشكل هذا وفي القادم من الايام نتمنوا ان المسؤولين تكون الرساله واضحه ووصلاتهم ويتحركوا في هذا الاتجاه هذا لان المواطنين كيتسناو منهم اكثر من هادشي اللي كيدار لحد الان. فهاد الجماعه يعني كما قلنا فهي كتفتقر لمجموعه من الاشياء وغادي نشوفوها ان شاء الله في القادم من الايام. كنوعدكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم منير قناه شوف تي في من بودربالة اقليم الحاجب مكناس.